سيدتي العزيزة، لا السوداني مع احترامي إلي ولا نعم عشرة مثل السوداني يقدر يحاسب المقصرين والمفسدين. اليوم إحنا لو يستحون من نفسهم خلي يشوفون قطر، دويلة عبارة عن قضاء الكرخ أو قضاء الرصافة، دويلة صغيرة نعم حطمت كل دول العالم والكرة الأرضية بما لديها من سياسيين يتبوؤون مناصب لخدمة شعوبهم. إحنا ما عندنا، ما نمتلك الحضارة الحقيقية ولا الشعبية الحقيقية، لا من كتل سياسية ولا من أحزاب ولا من فصائل مسلحة فقط. لذلك أما غيرهم صدقيني لا يقدر السوداني ولا غير السوداني يبطش ويطلع أي واحد من رؤساء السرقات والرؤوس الكبيره، نعم. لانه هو الرجل مو بيده عصا موسى، لا هو ولا غيره. ليش؟ لان المتبوئين للمناصب هم اعلى من مستوى حتى رئيس الوزراء، وهم المتحكمين بالوضع السياسي بالبلد. هذا واقع حال مفروض على الساحه السياسيه وعلى السياسيين والكتل السياسيه، وللاسف الشديد تملك الشعب العراقي وصار زؤام على بلعومه وعلى صدره وعلى قلبه وعلى بطنه وعلى كل دواخله واحشائه، لان رضى بضيم وظلايم هاي الكتل السياسيه التي لم تخرج بالحقيقه التي يبحث عنها الشارع العراقي بايجابيات الحلول. عيش رغيد بسيط جدا، لكن حقيقه الامر يجب ان تقال، لا وجود لمن يحاسب المقصرين. وهذا الكلام يحاسبون من هم يحملون انه هذا يشيل القضيه وذاك يشيل القضيه وينتهي الموضوع وكانما شيء لم يكن، ويطقون صور بالفيسبوك ويا الصور ويا الفلوس اللي جايبيها ويا فلان الجايبيه، وبعدين تنسي حال بقيه الوزراء اللي سرقوا البلد وتملكوهم الاحزاب وطلعوهم، سجناهم وطلعوهم. الله وكيلك ستي العزيزه. طيب.